لكن دكتور، إذا كان مريض سمنة يعاني من السكري أو هذه الأمراض، تحويل المسار يكون أنسب له أم تكميل؟ يعني هاي النقطة اللي بدي أحكي لك إياها، إنه عنا إحنا في بعض المرضى نحاول ننصحهم مثلا في عملية تحويل المسار. على سبيل المثال المرضى اللي بيعانوا من السكري النوع الثاني، المرضى اللي عندهم ارتداد مريئي مزمن، لأنه ارتداد مريئي مع سمنة أفضل خيار إليهم اللي هي تحويل المسار. المرضى اللي عندهم إعادة عمليات، على سبيل المثال المريض كان عنده حلقة سابقة أو كان عنده تكميم فشل، ننصحه أفضل يعني ممكن نعمل تحويل مسار بعد تكميم المعدة. نعم، وبعد حلقة ممكن نعمل تكميم بعد تحويل المسار؟ نعم ممكن. نعم. طيب لما يرجع الوزن يعود بعد سنوات معينة، عملية التكميم تخلي الواحد عرضة أكثر إنه يرجع للوزن ولا عملية تحويل المسار؟ هو يعني ومين الأكثر نجاعة في تخفيض الوزن فيهم؟ هلا هو أكثر عملية تجرى عالميا في الوقت الحالي هي التكميم. من أحد أسبابها إنه نسبة الجراحين اللي يعملوا تكميم كمان أعلى من نسبة الجراحين اللي يعملوا تحويل المسار. لكن نزول الوزن ونجاح العملية هو مش فقط على الجراح، هي عمليات السمنة هي وسيلة، أفضل وسيلة متاحة حاليا مقارنة مع الطرق الأخرى، من برامج تغذية، من بالون، أفضل طريقة متاحة لتنزيل الوزن. ولكن عمرها ما كانت نسبة النجاح 100%. نسبة النجاح أكيد تعتمد على الجراح، ولكن كمان تعتمد على المريض والنظام الغذائي فيما بعد والوقت، يعني عامل الزمن مهم. يعني إحنا الجراحة هي أفضل وسيلة لمساعدة المريض لتغيير نمط حياة، لكن ما أعتمد فقط على مقص الجراح وأعود إلى نظام حياتي السابق 100%، فرح أكون معرض إلى أني أسترجع الوزن اللي خسرته خلال هذه الفترة القياسية 100%. فلان خسر 100 كيلو، فلان خسر 50 كيلو، فلان خسر 15 كيلو، يقول لك والله هذا السبب بأنه العملية ما نجحت، هل هذا صحيح؟ هلا أنا حكيت لك ممكن يكون الخلل 100% في العملية، وهذا يعتمد على خبرة الجراح. يعني الجراح اللي له سنة يعمل عمليات أكيد خبرته مش مثل الجراح اللي له 10 أو 15 سنة. خلينا نقول أنت كفراسة عبيدات، عادة عملياتك المرضى لما يجوك نقول قديش يخسروا وزن، وبعد قديش إيش هي الفترة اللي تحكم فيها تقول خلص هذا الوزن اللي خسرته بناء على هذه العملية؟ احنا بالعاده الافرج اللي نحب المريض ينزل فيه هو في عندنا معادله حسابيه نسميها الاكسس ويت لوس، يعني نحسب قديش المريض عنده زياده وزن وقديش نتوقع انه ينزل. عالميا او نظريا اي نزول اكثر من 50% من الوزن الزائد عند المريض هي عمليه ناجحه من حيث المبدا. جميل. لكن هدفنا المريض ينزل 70 إلى 80% من الوزن الزائد، وهذه بالعاده تتراوح من 6 شهور إلى سنة. جميل. غالبية المرضى على نهاية السنة الأولى بيكون وصل لنسميها البلاتو، اللي هو يعني ثبات في الوزن، ممكن المريض بعدها ينزل كيلو يطلع 2 كيلو في هذا الرينج.